منى البنوك مودي أول تبع مسرحية. احنا بنشتغل نشاط صيفي أو نادي صيفي في مدرسة البحصة. النشاط الصيفي أو النادي الصيفي بيشمل تربية مسرحية وتربية موسيقية ومكتبة وجميع الأنشطة يعني بنتمارس في مدرسة البحصة. إن شاء الله في حفلة وفي حفلة تختم في النادي كده إن شاء الله، بس أول 9 إن شاء الله. ومعنا دلوقتي إحنا مسرحية البنات بيقدموها، مدرسة العادية بنات بتقدم مسرحية اسمها اللصان والسيدة العجوز، وإن شاء الله تشوفوا حاجات كويسة إن شاء الله. أنا اسمي رندا أبو زيد الغريب، أخصائية مكتبة مدرسة بحثة البادية. إحنا دلوقتي بنمارس نشاط صيفي العام 2021، بنمارس فيه جميع المجالات. بالنسبة للمكتبة عندي ندوات ومحاضرات ومناظرات، وبنعمل رسم وتأليف قصص وتلخيص قصص، برضو في مسرح وفي مجالات تانية كتير. برضو عندنا طبعا تحت إشراف مس نجوى صباح مديرة المدرسة، والأستاذ ممدوح هو الأخصائي الاجتماعي، هو المسؤول عن النشاط الصيفي كله، وهو اللي وعندنا إن شاء الله حفلة في أول 9 إن شاء الله. إحنا دلوقتي بنعمل عروض وإن شاء الله هتبقى حاجة محترمة يعني تليق بمدرسة البحثة، وإن شاء الله يعني تنبسطوا. وطبعا ده كويس عشان أبنائنا الفترة اللي قعدوها في البيت بيطلعوا الكبت اللي كان جواهم، طبعا عن طريق الرياضة. عندنا جمباز برضو ورياضة، عندنا يعني جميع الأنشطة كلها بنمارسها في مدرسة البحثة، فترة صباحية وكمان فترة مسائية. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في مدرسة البحثة زيارة مجلس أمناء للنادي الصيفي تحت رعاية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء الأستاذ حمزة رضوان، والأستاذة حنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية، ومشاركة التربية الاجتماعية والأستاذة إيمان الخليلي. النهاردة جينا شفنا النشاط الرياضي والنشاط المسرحي، وإن في لعب باليه وفي لعب كاراتيه. طبعا كل دول تبع إدارة العيش التعليمية بقيادة الأستاذة منى أبو المعاطي مدير عام إدارة العيش التعليمية، والأستاذ عز عزازي وكيل المديرية. شكرا لكم وشكرا لضيفتكم لينا.